حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. ظن مشاهدينا بمعدل 500 ألف برميل نفط يوميا، يخسر العراق من ثرواته بعد تعثر اتفاق تصدير النفط عبر جهان تركي عقب إخطار شركة سومو الوطنية مثيلتها لضرورة استئناف التصدير من حقول البلاد الشمالية إثر توقف جاء التزاما بمقررات دولية، غير أن أربيل تنفي وجود أرضية اتفاق أو بالأحرى رد الجانب أو الجواب من أنقرة، وتؤكد أنها سمعت بالنبأ من وسائل الإعلام، وهو ما أحدث تباينا في المواقف وتضاربا في المعلومات. وأمام هذه الجدلية تواصل خزينة العراق نزيفها المالي على أمل الاتفاق حول صيغة تطبق سريعا وتوقف هذا التلاعب بالضخ. إذن مشاهدينا في ملفات أو ملف حصادنا لهذه الليلة الملف الثاني، ومع إغلاق صناديق الانتخابات التركية التي شهدت تنافسا منقطع النظير بين اتجاهين متباعدين وخلفيات مختلفة، ومع ظهور النتائج الأولية التي تدلل مؤشراتها البيانية إلى تصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم بفارق نسبي عن أقرب منافسي كليتشدار أوغلو، وهذه المعطيات حتما ستعطي رصيدا إضافيا لاتجاهات الداخل التركي والأبعاد الجيوستراتيجية في المنطقة، وصولا إلى التأثير في المساحات الدولية وبالأخص منها الدول الأوروبية وأمريكا فضلا عن روسيا. إذن مشاهدينا هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت والصورة من بغداد، عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي مشكور، وكذلك نرحب أيضا عبر سكايب الخبير في شؤون النفط والطاقة سيد محمد هرامي، انضمنا مباشرة عبر سكايب من أربيل. أهلا بكم، وأبدأ معك سيادة النائب. بغداد سيادة النائب تعلن عودة التصدير إلى خط جيهان وأربيل تنفي ذلك، ما سبب هذا التباين سيادة النائب بالمعلومات، ولا يفترض أن يكون هناك اتفاق مشترك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك وبجميع المشاهدين الكرام بضيفك الكريم. التصريح اللي قامت به وزارة النفط أو بغداد مثل ما تفضلت حضرتك، أكيد المفروض أن يتناسب مع ما تقوله الحكومة في إقليم كردستان ويتم التنسيق بهذا الشأن، لكن إبداء الاستعداد لتصدير النفط من الجانب التركي أكيد يبلغ للحكومة المركزية، قد لا يكون بدأ بالفعل ولكن هنالك استعدادات لتصدير النفط، وأكيد هنالك مصداقية بما تقوله الحكومة المركزية وأيضا بالتنسيق مع حكومة الإقليم، لأن هذا الشأن من شأنه أيضا أن يقوض المصداقية بين الطرفين، ولا أعتقد أن هنالك فوارق بين الطرفين، لأن بالنتيجة المصلحة تعم العراق ولا تعم الإقليم دون الحكومة المركزية. طيب نرحب بك مرة أخرى سيد محمد، وأود أن تحدثنا يعني عن طبيعة الاتفاق الذي جرى ما بين المركز والإقليم، هل كان هناك اتفاق حول طبيعة التصدير، خصوصا كان هناك قرارات داخلية قضائية بعودة النفط إلى الحكومة المركزية وعائداته وتصديره وعقوده؟
يبدو أننا فقدنا الاتصال عبر سكايب مع أستاذ محمد. وأعود لك سيادة النائب، كيف كانت يعني طبيعة الاتفاقات السياسية حول قضية النفط خصوصا بعد قرارات القضاء الأخيرة؟ نعم، الجميع يعلم أنه الاتفاقات الأخيرة اللي تمت بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية جاءت بعد قرار المحكمة الدولية بعدم السماح للإقليم بالتصدير إلا عن طريق العراق، وأيضا اشتمل هذا القرار على بعض العقوبات المالية على الجانب التركي، وعليه كان لزاما الجلوس إلى طاولة واحدة لحل وحلحلة هذه المشاكل اللي نعتبرها بسيطة. وبالنتيجة عندما تم الاتفاق أن يتم التصدير أو بيع النفط حصرا عن طريق شركة سومو النفطية، وهي شركة عالمية، صح شركة عراقية لكن شركة عالمية لتسويق النفط، أيضا سيباع النفط بسعر البرميل حسب التسعيرة الموجودة داخل سومو وليس مثل ما كان يباع سابقا عن طريق الإقليم، وأعتقد ستكون الإيرادات جيدة وبصالح الجانبين. نحن نأمل أن يتم الاتفاق نهائيا أو المصالحة النهائية من خلال تمرير قانون النفط والغاز، لأن ذلك القانون سينظم العلاقة بين الإقليم والمركز كعلاقة نفطية وعلاقة مالية إن شاء الله. نعود مرة أخرى للترحيب بكم سيد محمد هورامي، أهلا بك مرة أخرى. أود أن أسألك عن الشركات النفطية العاملة بالإقليم سابقا، كيف سيتم تسديد مبالغ المستحقة لهذه الشركات النفطية؟ من سيتحمل هذه التكلفة، بغداد أم الإقليم؟ بداية تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدي قناة الأيام. كما تعلمون أنه الاتفاق اللي جرى بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد اتفاق شامل تشمل كل الفقرات اللي تخص الشركات وغيرها، ولا يوجد أي مشكلة فيها. لا، لكن اللي صار في الوقت الحاضر هو التأخير حوالي 50 يوم، وهذا ضرر كبير بالنسبة للعراق والأقليم بشكل عام، وكذلك بالنسبة للدولة التركية. وكما لا. تعرفون حاليا تركيا تمر في وقت حرج جدا، ومصارعة الانتخابات موجودة، وهم ربما هم يستفادون من الوقت حتى نوع من الضغط على الجانبين بغداد وأربيل حتى يصير نوع من المفاوضات أخرى بخصوص مليار وحوالي مليار ونص دولار اللي هي غرامات على تركيا. فطبعا حتى هذه احنا سمعنا انه هناك نوع من المفاوضات ماشية، ولكن كما تعرفون هي في نفس الوقت نوع من الضغط على الجانب العراقي حتى يستجيب للمطالب الجديدة. وكما تعرفون نهاية نتيجة الانتخابات اي تكون، سواء الجانب المعارض او الأردوغان، فهم يريدون يكسبون او ربما يفرضون شروطهم، وفي النتيجه تصدير النفط في هذا المنفذ مهم جدا بالنسبه للعراق وكذلك بالنسبه لتركيا، لان بها منفعه. ولكن مع الأسف هم يستغلوها لأغراض أخرى كضغط، وأمامهم يعني شيء. أفهم من كلامك إذا تسمح لي أقاطعك سيد محمد أنه تركيا ممكن أن تستغل هذا الموضوع، يعني هي حاليا منشغلة بالانتخابات، لكن ممكن أن تتضح الصورة خصوصا بملف العلاقات الخارجية للحزب الفائز، و تكون هناك أوراق ضغط باستغلال قضية النفط عبر جيهان وارتباط بملف العسكر خصوصا بالشمال وكذلك قضية المياه.
بالتأكيد هم يريدون يستفادون من هاي الشغلة، لأنه كما تعرفون الصيغة الجديدة ربما هي ليس لصالحهم، لأنه في الفترات السابقة كان هم أكثر مستفيدين، وحاليا السومو هي اللي تبيع النفط، وكذلك هم طبعا عندهم رسومات الميناء ورسومات الانبوب النفطي. ولكن اذا نقارن مع الخساره اللي حاليا اللي يخسرها العراق، يعني اضعاف مضاعفه بالنسبه لهم، فتشي يعني يعتبروا فتشي جانبي ربما مو ذا اهميه، فيريدون يستفادون من عنده للمفاوضات اللي يصير بالتاكيد بعد الانتخابات، لان في هذه نهايه في هالليلة راح تعلن نتائج الانتخابات. نعم. وأكيد راح يكون هناك جولة جديدة للمفاوضات. وأما بالنسبة للأقليم والحكومة الاتحادية، بصراحة ماكو أي مشكلة، هم متفقين الجهتين، سواء تعاقد مع الشركات اللي كانت تعمل في أقليم كردستان وصيغة التصدير، وهذه كلها يعني أتصور منجزة، لأن أي توقف ليس لصالح كل الجهات. ولكن هي تعرف سياسة تركيا، وتعرف تركيا تعتبر نفسها يريدها نوع من الورقة، اللي هم خسروا بالمحكمة الدولية، فيريدون من جهة أخرى يحصلون على ولو جزء بسيط من التفاوض مع العراق. طيب أعود لك سيادة النائب، هل تريد تركيا رفع مستوى العمولة على مرور النفط عبر أراضيها عبر جيهان؟ أعتقد كانت تأخذ على كل برميل يمر عبر جيهان يمكن 3.5 دولار على البرميل، وحاليا الحكومة أعلنت عن رغبتها بأن تدفع دولار ونصف فقط. نعم، سابقا، عفوا، هي بداية حتى نكون واضحين، لم تصرح رسميا الحكومة التركية بنيتها على زيادة هذه الرسوم، لكن سابقا بسبب الكميات التي كانت تصدر عن طريق هذا الأنبوب عن طريق ميناء جيهان، وبأسعار رمزية كانت تطلب السعر السابق. هذا أولا. الشيء الآخر، حاليا سيتم التعامل دوليا وليس يعني حسب المعايير الدولية في التصدير، وليس مثل ما كان سابقا من كان الإقليم يصدر حتى بمبالغ أقل من السوق الموجود الدولية، أو نقول سلة دبي العالمية، أو السعر المعتاد علينا عالميا. هذا شيء. الشيء الآخر، أي طلب زيادة لتعريفة مرور النفط العراقي خلال الأراضي التركية يجب أن يتم عن طريق الخطوط الواضحة والصريحة، واللي هي عن طريق الحكومة العراقية ووزارة النفط العراقية، لكن لحد الآن لا يوجد شيء رسمي لهذا الطلب، ولا أعتقد أن ذلك سيسبب ضرر للحكومة التركية في حال بقاها على السعر القديم، لأن بالنتيجة هنالك أموال مترتبة على الجانب التركي نتيجة قرار المحكمة الدولية إن شاء الله. طيب، لكن سيادة النائب، استمرار هذا التعطل في خط جيهان يعني استنزاف 500,000 برميل نفط يوميا، هذا كم سيشكل عبء وهدر للخزينة العامة، خاصة أن حجم العائدات يمكن 35 مليون دولار؟ على مود أصحح الرقم، قيمة الصادرات عن طريق ميناء جيهان المعلن عنها رسميا هي 400,000 برميل. قيمة الخسائر لغاية الآن يعني غاية حديثنا ستقارب 1.5 مليار، وأكيد هذه خسائر كبيرة، خسائر كبيرة للطرفين. هذا شيء. شيء الآخر، نتيجة التخفيض الأخير لحصة التصدير عن طريق أوبك أيضا 210,000 برميل، أكيد مجمل الخسائر هذا هي تكون ضررا
باتجاه للجانب العراقي، لكن ممكن تعويض هذا الخسارة عن طريق باقي منافذ البيع أو منافذ التصدير الموجودة لدينا، اللي عن طريق البصرة وعن طريق آخر. بالنتيجة حتى توقف تصدير النفط عبر أنبوب النفط عبر أنبوب التركي إلى ميناء جيهان يسبب خسارة للطرفين وليس فقط للجانب العراقي، ولكن خسارة الطرف العراقي ستكون أكبر أكيد يعني. طيب سيادة النائب، الاتفاق اللي راح يعتمد ما بين العراق وتركيا راح يعتمد على هذا الرقم المعلن 400,000 برميل، لو ممكن أن يعتمد 500,000 برميل اللي كانت حكومة المركز تؤكد أن الإقليم يصدرها سابقا؟ طبعا الكمية اللي مصدرة كان بحدود 400 إلى 450، ولكن كطاقة الاستيعابية طيب للنقل الأنبوب هي أكثر العراق من هذا. ملزم بكميات محددة احنا عندنا محطات الضخ بعدة مراحل. لا عذرا ارجع لك سيد محمد، كان سؤالي لسيادة النائب، اعود لك استاذ محمد. تفضل سيادة النائب، الرقم المعلن 400 لكن ممكن اعتماد 500؟ نعم ممكن إذا كان هنالك اتفاق دولي عن طريق منظمة الأوبك أو المنظمات اللي تحدد مقدار تصدير كل الدول النفطية، يعني حتى العراق ملزم بهذه الخطة العالمية للتصدير، وأيضا ملزم بالإنتاج. يعني لا علاقة، يعني هنالك علاقة وطيدة بين الكمية المنتجة وكمية التصدير، فلذلك العراق ملزم بكمية معينة تم تقليلها مؤخرا بقيمة 210,000 برميل، أما الكمية اللي كانت تصدر من إقليم كردستان هي تعتبر خسارة من الكمية المفروض أن تصدر، وأعتقد هنالك حلول لتعويض هذه الخسارة عن طريق تصديرها عبر منفذ آخر، لكن نتمنى يعني أن ترجع الأمور إلى نصابها، ويكون هنالك يعني ما زال العراق يسعى إلى إيجاد منافذ لتصدير النفط العراقي وإيجاد نقاط بيع أخرى، لا أن يذهب إلى غلق نقطة بيع أو نقطة تصدير. لا. بالعكس سيتم الاتفاق قريبا وإن شاء الله ترجع الأمور إلى نصابها. أعود لك أستاذ محمد، ليش أكو تضارب المعلومات حول كميات النفط المصدرة عبر ميناء أو خط جيهان التركي؟ في رأيي أنه في ميناء جيهان التركي هناك شركة مختصة هي اللي تقيس الكميات المستلمة أصلا من الميناء، سواء لمستلمة عبر أنبوب النفط اللي بين من الكركوك إلى جيهان، أو حتى اللي تجيهم من أذربيجان، وهناك أنابيب أخرى تجي للمرسين. فهذه الشركة المختصة بالمقاييس هي شركة عالمية. حسب علمي ماكو أي بالنسبة أرقام هي شهريا تعلن، وهي شيء واضح، ولكن تعتمد مرات هناك مشاكل، هناك صيانة، فأرقام ما راح تكون متساوية كل شهر. وللعراق في هالحالة ممكن مراوسة في التصدير، ممكن اذا صار عائق في مضيق هرمز، في سواء عبر الناقل الجنوبي، فممكن ان يزيد كميات التصدير عبر المرسين، لانه الطاقه الاستيعابيه للانبوب يعني اكثر من 500. ولكن في الوقت الحاضر الاتفاق انه بحدود 400 من ابار الاقليم وحوالي 80,000 من آبار كركوك، فهو المنفذ بصراحة منفذ استراتيجي كما تعرفون، هو مخطط له من قبل وزارة النفط العراقية قبل 30-40 سنة، هو مشيد، وهو ولكن حاليا بسبب الظروف اللي صارت في هالآونة الأخيرة، إنه الانتخابات التركية والعقوبات اللي صارت، غرامات على تركيا، قلت لك هم يريدون يستفادون، ولكن بالنتيجة هم متضررين، ولا يمكن أن يستغنون عن هذه الأرباح اللي تجيهم من
ميناء ومن الأنبوب، وهم كانوا مستفيدين. ولكن طبعا أضرار العراق في الوقت الحاضر هي قلنا مضاعفة وأكثر من أضرار تركيا. طيب أستاذ محمود، عندما تستقر الوضع في تركيا في غضون أيام بعد نهاية الانتخابات، بالتأكيد راح يصير إعادة التصدير، ويمكن إذا صار يعني عراق راد ممكن رفعها حتى طيب. فوق. لكن أستاذ محمود، التلويح ببدائل عن خط جيهان التركي كخط بانياس ممكن أن يشكل ورقة ضغط على تركيا؟ يعني تعرف خط بانياس بصراحة منذ عشرات السنين نسمع بهالشيء، لكن في الواقع هذا يراد لوقت ويراد لميزانية، ويمكن شغلة يطول، ممكن كفكرة يعني كخطة استراتيجية مستقبلا زيادة المنافذ، وهذا شيء جيد أن يفكر به. وحتى الأردن يعني هناك كثير، ولكن الخط إقليم كردستان مرسين حاليا جاهز، يعني يكون هناك محطات الضغط من الناحية الأمنية مؤمن. طبعا الخط بانياس يعني يراد له سنين، لازم تأمن مسار الخط من الناحية الأمنية، ويراد له محطات الضغط وغيرها، وهذه كلها يعني أوبشنات موجودة أمام العراق ممكن أن يستفاد من عنده. ولكن هم حاليا يضغطون يعني نوع من الضغط، وجاهم من الانتخابات، وأنا متأكد بعد نتائج الانتخابات سيتم إعادة التصدير، وحتى هم يستفادون، والحكومة العراقية والأقليم هم تستفاد من التصدير، وأوبشنات هي مفتوحة مع المنافذ الأخرى، وممكن حتى يمكن في بعض الحالات الزيادة عن طريق الجنوب. يعني هي طبعا كميات اللي تصدرها العراق هي محددة، لازم هناك التزامات حسب الاتفاق مع أوبك وأوبك بلس هذه، ولكن من أي منفذ هذا هو قرار العراق، يشوف يا هو أصرف له يصدر من هالمنفذ. طيب سيادة النائب، يعني خط الامدادات النفطية من شمال العراق جيهان يمكن يصدر 400 كما ذكرتم أو 450 ألف برميل يوميا، يعني التأخير ب استعادة ضخ النفط عبر هذا الخط وهذا الميناء إلى أي درجة سيؤثر على مقدار المعروض العالمي؟ ما أعتقد راح يكون هناك تأثير كبير، لكن سيكون هنالك تأثير للشركات أو البلدان اللي ممكن تستلم من خلال ميناء جيهان، هذا أولا. ثانيا، هو تعطيل التصدير أعتقد فيه جنبة سياسية وليس جنبة فنية كما ادعى الجانب التركي. هنالك ضرر في الأنبوب نتيجة الزلازل، لأن بالنتيجة هو حتى بعد الزلازل كان هنالك تصدير من خلال هذا الأنبوب. أكو مسألة مهمة جدا، يعني قد يكون الجانب التركي يمارس نوع من أنواع المساومة في سبيل عدم تسديد ما ترتب عليه من غرامات، لكن بالنتيجة ممكن جدا أن يتم استمرار النفط ويتم جدولة هذه الغرامات. المهم بالموضوع نهائيا أنه تم إرجاع الأمور إلى نصابها، وأن يكون تصدير النفط العراقي في جميع منافذه عن طريق شركة سومو، وهذا ما كان يجب أن يتم من سنين. الحمد لله تم الاتفاق مؤخرا، ونحن ماضون إلى إيجاد منافذ بيع أخرى أو إعادة تأهيل بعض المنافذ اللي اندثرت بسبب إهمالها أو تركها منهاج الحكومة الحالي، الحكومة الاتحادية، ذاهب إلى تعظيم إيرادات أو إيجاد منافع أخرى للنفط العراقي، وأيضا إيجاد سبل في حال تطوير هذه المنافذ في تصدير أمور أخرى مثل الغاز، خاصة أنه جولة التراخيص الأخيرة كانت مختصة 75% إلى استثمار الغاز
المحترق والغاز المصاحب للاستخراج، واعتقد الامور ماضيه بخط سير جيد لحد الان وان تخللتها بعض المعوقات. طيب استاذ محمد، التوافق السياسي الكبير الذي نشهده حاليا من الجانب السياسي ما بين المركز والاقليم، هل يمكن ان يمنع اي عرقله للملف النفطي بالنسبه للعراق ككل حاليا ومستقبلا؟ لا طبعا، حكومة اقليم كردستان والشعب الاقليمي يرحب بالاتفاقية اللي صارت ونباركها، انها هي لمصلحة البلد سواء من الناحية الاقتصادية، انه زيادة الاسعار البيع اللي تنباع من قبل سومو، وكذلك حتى الاتفاق مع تركيا ربما هسه ياخذ جانب اخر، اتفاق بين دولة ودولة والرجوع الى الاتفاق الاصلي اللي اصلا هو يعني في منذ 73، ولكن طبعا هناك تغييرات اللي صارت، فمفروض انه يصير حسب اخر التغيير اللي صار على الاتفاق، او ربما يصير اضافه اتفاق جديد. ولكن هذه بصراحه نرى انه هناك ضغوط من كما تفضل السيد النائب ضيفك، ضغوط سياسيه واقتصاديه على العراق لاجبارها على المساومه سواء عن طريق جدوله الغرامات او حتى بالاتفاق الجديد اللي يصير من النفط، هم يريدون يستفادون من عنده، ولكن كنتيجه الاتراك هم لا يمكن ان يستغلون او يستغنون عن هذا الأرباح اللي كانت تجيهم من تشغيل ميناء مرسين، وكذلك من عبور الكميات المصدرة من النفط عبر الأنبوب، ولكن هي ضغوط وقتية بصراحة. طيب. وللعراق أوبشنات أخرى، يعني هناك طرق أخرى لمعالجة المشكلة، وكما تعرفون أنه التبادل التجاري الضخم موجود بين العراق وتركيا عبر الاقليم هي شيء يعني هم مستفادين من عنده اكثر من العراق. نعم. هناك مصالح مشتركه بين البلدين، فمن الاجدر طبعا حاليا، يمكن احنا ما ادري نسبق الاحداث، لانه ربما خلال ايام يصير اتفاقيات جديده ويصير حسب نتائج الانتخابات سواء جانب المعارض او حتى اردوغان نفسه فاز، فاكيد يريد مصلحه بلده، وهم هم يريدون علاقاتهم يكون طيبه مع العراق، لانه كثير من المصالح التركيه موجوده في الاقليم وفي العراق. واضح سيد محمد. اغلب الشركات الكبيره اللي تسوي مشاريع كبيره ومعامل، وهذا هم شركات تركيه. وصلت الفكره. الشكر جزيلا لك استاذ محمد، وعذر لضيق الوقت، الخبير في شؤون النفط والطاقه الاستاذ محمد هورامي كان معنا مباشره عبر سكايب من اربيل، شكرا لكم. والشكر جزيلا لكم عضو لجنه النفط والغاز النيابيه سياده النائب علي مشكور، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. اذا مشاهدينا ننتقل سويه الى ملفنا الاخر وابرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في ملفنا الثاني من الحصاد، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت والصورة من بغداد المحلل السياسي الأستاذ حسين الجنابي، وكذلك الترحيب برئيس المركز العراقي الأسترالي للدراسات الأستاذ أحمد الياسري ينضم مباشرة عبر سكايب. أهلا بكما، وأبدأ معك أستاذ حسين، كيف قرأتم معطيات يعني قساوة وشدة هذه الانتخابات الرئاسية التركية وهذا الإقبال
الكبير من الناخبين على صناديق الاقتراع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللضيف الكريم ومشاهديكم الكرام. بالتأكيد جاءت الانتخابات في فترة صعبة جدا، يعني المنطقة تعيشها خلال تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك ما يحدث في المنطقة من ترتيبات إقليمية كعودة العلاقات الإيرانية السعودية، كذلك عودة العلاقات ما بين مصر وتركيا، كل ذلك من ترتيبات يدعو أو يقودنا إلى إعطاء تصور أن كل ما يحدث في المنطقة هو خضام أو نتاج نظام دولي جديد. الانتخابات في تركيا حقيقة يعني تبدو وكأنها هي تعود لمعسكرين، معسكر الغربي والمعسكر الشرقي. فمثلا صرح أردوغان قبل يومين أن الدول الأوروبية تدعم المرشح كليتشدار، كذلك بادله المرشح الشعب الجمهوري أو مرشح الحزب الشعب الجمهوري بأن أيضا كذلك روسيا تحاول دعم أردوغان في الانتخابات. هذا يعطينا تصور أن ما تنتج عنه الانتخابات سواء كان لأردوغان أو للمرشح الآخر كليتشدار سيضع تركيا على مسارات جديدة، مسار إقليمي وكذلك مسار دولي، على اعتبار أن تركيا هي جزء من الحلف الناتو، وبالتالي ما تلعبه من دور رئيسي بسبب موقعها الجغرافي وكذلك السياسة التي نجح فيها أردوغان، سياسة شد الأطراف ما بين الحلفاء والأصدقاء على حد سواء، أدى إلى أن الكل العالم أو كل الدول الإقليمية والعالمية تنظر إلى ما ستتمخض عنه الانتخابات التركية لما لها من تأثير كبير على الشأن الإقليمي والشأن الدولي. أرجع لك إلى الشأن الإقليمي وتأثيراتها إضافة إلى الشأن الدولي. رحب بك مرة أخرى أستاذ أحمد، هل كانت هذه الانتخابات التي شهدناها انتخابات أو منافسة رئاسية لو فعلا وصلت إلى مرحلة منافسة أيديولوجيات؟ تحية لحضرتك وتحية لأخ الضيف. أنا أعتقد أنه موضوع المنافسة الأيديولوجية في الانتخابات التركية هي حاضرة في كل انتخابات وليس في هذه الانتخابات، ولكنها تحتد بسبب الظروف المحيطة بالانتخابات، الظروف الداخلية المتعلقة بنشاط حزب الشعب. حزب الشعب الجمهوري هو يعني لديه قاعدة اقتصادية كبيرة الحقيقة، هو ينشط في مناطق الموانئ يعني التي بها شركات تجارية، وهو يعني حزب تقريبا كان متحكم يعني منذ أسسه أتاتورك بالقرن الفائت، وهو مسيطر على يعني خلق أحادية من الفترة الخمسينية الستينية في السياسة التركية إلى أن يعني يجد يستغل الخطاب الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية لتأجيج أنصاره وللعب على الورقة الاقتصادية خصوصا بعد حالة التضخم الكبيرة التي حدثت. ولكن بشكل عام لا تبدو حظوظ بحسب وجهة نظري. حزب العدالة والتنمية ضعيفة، أيضا لديهم حظوظ. أردوغان يسعى لأن لا يصل يعني تحالف المنافس تحالف الأمة يعني إلى 360 مقعد، لأنه يعني أكثر من 50% من عدد المقاعد قد يمنح المعارضة فرصة لتغيير الدستور، وبالتالي يعني قلب القواعد التي ركزها أردوغان في 20 عام الماضية. هذا تحدي، إضافة لأنه عدم حصول تكتلات المعارضة على يعني زيادة بالنصف أو النصف يمنح أيضا فرصة لأردوغان لكي يناور كما فعل بالانتخابات الماضية على سبيل المثال، ويدعو الانتخابات مبكرا لأن الأغلبية ضعيفة يعني ليست قوية. طيب سيد أحمد إذا تسمح لي، تقدم المعارضة باعتبار تتكلم عن قضية ومحور المعارضة، تقدم المعارضة أيضا بهذا الفارق البسيط يعني هذه القوى المعارضة، هل سيشكل إرضاءها أمرا صعبا للحزب الحاكم خاصة بعد انتظام المعارضة وتوحيد جهودها وقواها؟ أنا أعتقد التحدي الأبرز الذي كانت يعني تعرض له حزب العدالة والتنمية هي انتخابات البلدية، حينما يعني حصلت تكتل المعارضة على بلدية أسطنبول وأنقرة يعني فهمت،
بلدية اسطنبول تمثل الحقيقة يعني موقع مؤثر جدا في رسم سياسات التنافس الحزبي في الانتخابات بين الأحزاب التركية. ولكن بشكل عام أنا أعتقد أنه كما قلت جناب سعد بشار هناك فرصة لكل الأحزاب، يعني لأنه ممكن أثر الوضع الاقتصادي، أنا أعتقد سيأخذ الدور الأبرز في هذا الموضوع. ممكن يعني كما نشاهد دعاية حزب الشعب الجمهوري يركز على موضوع يعني الحالة الاقتصادية، موضوع الانهيار الذي حصل بعد الزلزال، يحاول أن ينافس حزب العدالة والتنمية في مناطق واحدة الحقيقة لاعب العامل الاقتصادي، في حين يستمر أردوغان بطرح موضوع تركيا الجديدة أو القومية التركية الجديدة التي يجب أن تعود إلى قواعد الإسلامية. ولكن بأي شكل من الأشكال يعني يجب أن نشير كمحللين إلى أن التجربة الديمقراطية التركية تجربة عاملة الحقيقة، يعني الإسلام السياسي الموجود في تركيا صحيح هو يحب جماهيره ويستخدم يعني مشاريع يربط التاريخ والمستقبل، ولكن الحقيقة ضمن نطاق وسياقات ديمقراطية، يعني هناك تنافس طبيعي يحصل في داخل تركيا. نعم. ويبدو أن تأثيرات رئيس الوزراء السابق أوزان الذي حقيقة طور العملية الديمقراطية في تركيا متأثرة بالتجارب الغربية، طبعا هذا يعني يبدو أنه الأحزاب تستغل هذه القواعد. نعم. طيب أود لك أستاذ حسين، يبدو أن هناك يعني فرازات مهمة على الداخل التركي، لكن من الجانب الإقليمي كيف تقرؤون إفرازات وتأثيرات هذه الانتخابات ونتائجها على الساحة الإقليمية والدولية، وخصوصا يعني النتائج أو المعلومات الأخيرة وصلتنا حاليا بعد فرز ما يقارب 75% من الأصوات، أردوغان 50.76% وكليتشدار أوغلو 43.43%، كيف ستكون تأثيرات هذه النتائج أو هذه الانتخابات على الجانب الإقليمي والدولي؟ بالتأكيد هناك مسارين مختلفين أو متقاطعين حقيقة ما بين أردوغان والمرشح الآخر كليتشدار، حيث يعني ينال مثلا أردوغان رضا بعض الأصوات في الداخل التركي على اعتبار أن لدى أردوغان أحلام العثمانية ومحاولة الوصول إلى أبعد نقطة في المنطقة، حيث يعني يتدخل في أغلب الدول التي تشهد صراعات عسكرية مثلا السودان وليبيا وغيرها من الدول وحتى اليمن. هذا يعني يغذي من يتبنى الإمبراطورية العثمانية وعودة الدولة التركية القديمة، بينما هناك المرشح الآخر كليتشدار يعني حقيقة يقود تيار معارض لهذه الأفكار في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، على اعتبار أن هذه التدخلات أرهقت الميزانية التركية وعلى حساب الدخل الاقتصادي للفرد التركي، مما أدى إلى أن يتراجع نسبة التصويت لأردوغان بسبب الضعف الاقتصادي، الحالة الاقتصادية للمواطن التركي. كذلك ما حدث ما بعد الزلزال، حيث كانت هناك ضعف في الخدمات المقدمة للمتضررين من هذا الزلزال. كذلك أيضا ملف اللاجئين السوريين، هناك ينال أردوغان الكثير من الانتقادات بسبب أنه يحاول الاستفادة من وجود هذا العدد الهائل من اللاجئين الذي يبلغ ما يقارب 3 ملايين سوري. هذا كله له دلالات على أن هناك من ينتقد أردوغان في أن يخسر أردوغان هذه الانتخابات، على اعتبار في أنه لو فاز سيعطي أكثر، سيمتد أكثر، سيعطي دعما للسياسة الخارجية في التدخل في شؤون الدول، مثلا في ملف المياه مع العراق هناك أيضا يعني محاولة أن يتدخل في السياسة الداخلية للعراق من خلال قطع المياه، كذلك في ملف الحرب الروسية الأوكرانية حيث يلعب دورا كبيرا في هذا الملف، فمرة يدعم الأوكرانيين وينتقد التدخل الروسي في أوكرانيا، لكن من جانب آخر يتوسط ما بين الأوكرانيين والروس بدعم من حلف الناتو لإنجاز اتفاقية تصدير الحبوب.
كذلك يعترض في بعض الأحيان على السفن العسكرية. يعني تذبذب بالمواقف كان بارز جدا على السياسة التركية الأخيرة. إذا تسمح لي أستاذ حسين، يعني العامل الدولي كيف وجدتم مدى اهتمامه بهذه الانتخابات، بالأخص أمريكا وروسيا والدول الأوروبية؟ من كان نوعا ما يعني راغب بفوز أردوغان؟ بالتأكيد يعني معسكرين، المعسكر الشرقي الذي تترأسه مثلا روسيا وكذلك الصين وإيران يدعمون فوز أردوغان، على اعتبار أن لدى أردوغان إمكانية أن يتفاوضون معه، لهناك حسابات إقليمية خارج حدود هذه الدول يتفاوضون عليها. لكن بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تعتبر أردوغان عدوا بالمطلق، لكنه بالتأكيد باعتباره عضو في الناتو. لا اي نعم، لكنه ليس حليفا محبوبا او مريحا، لانه هو شخصية يعني تحاول ان تفاوض الصديق والعدو بنفس الدرجة وبنفس المرتبة. لذلك الكل يحاول او على الاقل قدر الامكان ان يضعف من سطوة أردوغان في الداخل، ليكون هناك ارتدادات سلبية على فوزه في الخارج. طيب أعود لك أستاذ أحمد، أود أن تحدثني عن رؤيتك لفرزات هذه الانتخابات أو نتائجها على العراق، خاصة إقليم كردستان، التدخل العسكري في دهوك وكذلك حزب العمال الكردستاني. يعني انا اعتقد انه القاعده اللي يعتمد عليها الحزبان المتنافسان في تركيا في صناعه السياسات الخارجيه، يعني حزب العداله والتنميه يعتمد على الانطلاق من الخارج الى الداخل، يعني محاوله تصريف المواقف الخارجيه وتحويلها الى مكاسب داخليه. نعم. ويستخدم يعني حاله تضخيم الدعايه عبر الاعلام لهذه السياسه، وهو راجع بها الحقيقه. ولكن تحالف الأمة لا يختلف، يعني هم ينطلقون من تركيا، هم أشبه بالحركة الإصلاحية في يعني وظيفة الحركة الإصلاحية في عهد خاتمي في إيران، وأردوغان هو أشبه بجمهور المحافظين ورئيسي في عهدنا. فأنا أعتقد أنه هذا الصراع. العراق يجب أن يحدد البوصلة الحقيقية. أنا أعتقد العراق هو المعني بهذا الموضوع، يجب أن نرسم له مساحة استراتيجية في التعامل مع السياسات التركية القادمة، يعني يستغل الظرفين. قدوم أردوغان بكل تأكيد سيشكل ضغط على سوريا والعراق بسبب سياسات حزبه أو سياسات الرجل المتعلقة بموضوع الضغط الدائم على العراق وسوريا عبر يعني قطع المنابع المائية، وثم يعني مساومة العراق لتثبيت القواعد التجارية التركية وزيادة حجم التبادل، وهي نوع من أنواع خلق تبعية اقتصادية تركيا للعراق. هذا امر يضر بالمصلحه العراقيه، اضافه الى موضوع نعم اكمل استاذ احمد. نعم فالموضوع قلت الجلاله متعلق بالعراق، المعارضه قدمت فتوجهاتها ستكون مرتبطه بالمصالح الداخليه التركيه، وهنا انا اعتقد مساحه اوسع لكي يتفاوض العراق ضمن قاعده المصالح المشتركه، التفاوض حول بناء او هيكله منظومه المصالح المشتركه. انا اعتقد اكثر سيكون يعني اكثر فسحا للعراق لكي يستغل نجاح المعارضه. بخلاف فالعراق يعني اردوغان حكم تركيا لمده 20 عام، فنحن ايضا لدينا قابليه على التعامل مع استراتيجيات اردوغان المتحوله والمرتبطه بتحولات السياسه في منطقه الشرق الاوسط، وليس فقط في الداخل التركي. فهذه طيب. الصورة أعتقد التي ستشكل المشهد يعني. نعم. طيب أستاذ حسين، هناك دور مرتقب ومتوقع، دور جديد لأردوغان في المنطقة، إلى درجة وصف بأنه سيكون على مفارقة في المنطقة. هناك لقاء مرتقب ما بين أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد. إن فاز أردوغان، حتى الآن هو متقدم، لكن إن فاز بشكل نهائي، إن تحقق هذا اللقاء فعلا سيكون هناك علامة فارقة. هل ستسمح أمريكا بدورها لأردوغان أن يشكل علامة جديدة أو أن يكون مؤثرا في منطقة جديدة؟
حقيقة بسبب تراجع الدور الأمريكي في المنطقة وعالميا أيضا وليس في المنطقة على وجه الخصوص فقط. نعم. وأيضا حضور الدور الصيني الكبير في المنطقة وكذلك حليفه الروسي أدى إلى أن بعض الدول الإقليمية تنجح في إقامة علاقات جديدة وتأخذ أدوار جديدة، خصوصا المنطقة أو العالم بشكل عام انتقل من الحرب العسكرية إلى الحرب الاقتصادية، أي كل منهم يحاول أن يكون له أو يبني له دورا في ما يتشكل من نظام اقتصادي عالمي أو على الأقل نظام اقتصادي إقليمي، حيث تسعى تركيا أن تكون من ضمن هذه المنظومة الاقتصادية الإقليمية التي بدأت الصين في تشكيلها في المنطقة من خلال القمة الصينية التي عقدت في السعودية بحضور أغلب الدول العربية والإسلامية، كذلك سعي الإمارات أيضا في أن تكون شريكا اقتصاديا وأن تكون حاضر اقتصاديا حتى في روسيا، وبسبب عودة العلاقات أيضا في ما بين مصر وتركيا وأيضا عودة العلاقات ما بين السعودية وإيران على أساس اقتصادي وليس على أساس قناعة أيديولوجية. اليوم الأيديولوجية الاقتصادية هي التي تحكم وتتحكم بعلاقات هذه الدول، لذلك يسعى أردوغان أن يكون لتركيا في ما بعد الانتخابات دورا كبيرا اقتصاديا في المنطقة. هذا يعني يعطينا تصور أو أن يعني العشرين سنة السابقة أو العقدين السابقين حيث كان الرئيس يعني أردوغان ضمن سدة الحكم كان لكل عقد صفة أو ميزة معينة لهذا العقد من الحكم، أما هذه الفترة هذا العقد النصف الأول من العقد الثالث أكيدا سيكون هناك ميزة جديدة يتميز به أردوغان بحسابات إقليمية وحسابات دولية. الشكر الجزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ حسين الجنابي، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم رئيس المركز العراقي الاسترالي للدراسات السيد أحمد الياسري، كنت ضيفا كريما، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.